سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تطبيرة منزلية في صنع سائل متعدد الاستعمالات. في الحقيقة هو حقيقة هو فتاك بمكونين طبيعي، بمكونين فقط. تابعوا معي، ناخذ البيكربونات. هنا الكمية مش مضبوطة كما بغيتي، وتضيفي تاخذي البيكربونات وتضيفي عليها الخل، وتحركي حتى تروح لها الغازات هذيك، وتروح لها التفاعل تاعها كما راكم تلاحظوا. بعد ما يروح التفاعل نضيف عليها الخل باش تزيد تكمل تخرج التفاعلات تاعها كامل كما راكم تلاحظوا هنا. زيد نضيف لها قليل من الخل باش يكمل يروح التفاعل كامل. كما راكم تلاحظوا هنا و خلاص التفاعل. نجيبوا بخاخة ونفرغوا فيها المكون هذا اللي صنعناه. ديروه في بخاخة بصح ما نغلقوهاش باش تكمل البيكربونات تخرج الغازات تاعها والتفاعلات تاعها. بعد ما تكمل تخرج البيكربونات الغازات تاعها والتفاعلات تاعها، نغلق القارورة تاعي، البخاخة تاعي نغلقها. وتغدي تستعملي في تنظيف الميكرووند، تنظيف الثلاجة، تنظيف الكويزينير، تنظيف الأرضيات وين تكون عندك بلايص فيهم الكحوليه بزاف، تقدري ترشيه وتحكي. حقيقه هو فتاك، ينحي بزاف لطاج. انا عجبني وجربته قداه من مره ولقيت نتيجه مرضيه عجبتني، حبيت نشاركها معكم. نتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع اصدقائكم، وتعجبكم التطبيره وتنال اعجابكم وتلقاو عليها نتيجه، وتشاركوها مع اصدقائكم. تحطوا لي الكومنتير وحطوا لي الكومنتير نشوف اللي جربوها واش لقاو النتيجه. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وابوني. سلام.